السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ انا جاية النهاردة هعمل معاكم، هنعمل مع بعض الكبدة اللي احنا بنعملها، يعني اللي انا بعملها في البيت عندي. هوريكم الطريقة وهوريكم المقادير بتاعتها وانا بعملها، هوريكم وهوريها لكم. بصوا يا حبايبي، معايا بصلتين هما مخرطاهم يعني بالسكينة كده ناعم، ومعايا قرنين فلفل، فلفل رومي على قرن فلفل حامي، ومعايا نص كيلو كبدة، ومعايا التوابل والثوم اللي انزقاه كده، وهنشوف الطريقه مع بعضين اهو. صينيه على النار اهي، ماشي، وهنحط فيها ايه شويه زيت كده، شويه زيت حلوين يا جماعه. وانا بحمر بطاطس برده معاكم، حتى الزيت اهوت عشان يسخن، عشان احمر بطاطس كمان، ماشي يا حبيبي. وهحط معاها ايه حته سمنه، الزيت ده بلدي يا جماعه. هنحط كمية، يعني ما هو بحط في الزيت، وبعد كده هنصفي الزيت برضه، ماشي. وهحط معاها معلقة دي يا جماعة، اللي هي بتحلي كده وبتخليها حلوة يعني. فهنسيب الحاجات دي كلها مع بعضها اهي. هنزل يا جماعة، هنزل يا حبايب قلبي بالبصل اهي، تبتلها مع بعضها الأول، وبعدين ننزل بالحاجات التانية. تبتل البصل كده يعني ايه، وصلتين كبار يا جماعة، حطهم مع بعض يعني. بصي يا حبايبي، بعد ما البصل تبلت معايا اهي على النار، هننزل بقى بايه بالكبده كده، وهنقلبها كده ببعضها كده زي ما انتوا شايفين، هنقلبها ببعضها اهي، ماشي. وهننزل معاها بقى بعد ما نقلبها كده ببعضها اهي، تتضرب كلها مع بعضها، هننزل بقى بمعلقه ثوم مفروم ولا ايه؟ ثوم يا جماعه. هننزل بقى برده معلقه ثوم، ونقلبها برده مع بعضها. الثوم ده بيحل الكبدة يا جماعة، وبيخليها زي الكبدة بتاعت برة، زي الكبدة اللي بنشتريها يعني لما تكون عربية مشهورة، بتبقى ريحة الكبدة طالعة ايه. وهوريكم السر بقى اللي بيخلي الكبدة طالعة ريحتها طالعة. فقلبها كلها مع بعضها اهي، شايفين؟ بصوا يا حبايبي، بعد ما شوحنا البصلة مع البصل مع الكبدة كده زي ما انتوا شايفين اهي، هننزل بقى بالفلفل اهي. وهننزل بقى بايه بالتوابل بتاعتنا. السر بقى اللي هو الكبده بتبقى طالعه جميله وحلوه وروعه، وبتبقى ريحتها شكل ريحه الكبده بتاعت المحلات، الكاري يا جماعه. الكاري، الكاري ده بيخلي الكبده جميله، وبيخلي لها ريحه بقى تحفه اهو، ماشي. حطينا معلقه، معلقه كبيره كاري بالمعلقه الكبيره، وحطينا معاها معلقه بهار، وهحط معاها 7 بهارات، معلقه برده كبيره حلوه كده، ماشي. وهحط معاها معلقه فلفل اسود يا جماعه اهي، معلقه فلفل اسود، ماشي حبايبي. ومعلقه كمون على ملح كده، كمونه مدربه يعني اهي، ماشي. وهنقلب بقى كله مع بعض، كل التتبيله ديت مع بعضها يا حبايب قلبي اهو. ما ننساش نحط الملح، بس انا هقلبها الاول وبعدين هحط الملح يا جماعه اهي. ريحه بقى الكبده بتبقى طالعه، وبتبقى ريحتها جميله جميله جميله. وهوريكم برده اهي الكاري ده بيخلي الكبده ريحتها جميله، بتبقى طعمها حلو كمان اهي، ماشي. وهنسيبها بقى تتشوح مع بعضها. شوفوا الفلفل الاخضر زي ما هو، اهو ما بيدبلش يعني، ما بيدبلوش، ما بيخلوش يدبل في الكبده قوي اهو. وهنوطي تهدي النار عليها، ونسيبها بقى تتبل مع بعضها وكده. ونحط الملح يا جماعه عشان ما ننساش الملح، هنحط معلقه ملح اهي اهي، معلقه. وهنهدي النار بقى، ونسيبها تتشوح مع بعضها كده. النار حلوه. بص يا حبايب قلبي، هو الكبده اهي بعد ما بنشف الزيت اهو، لسه ما صفيناهوش اهو اهو اهو. هنحط معلقه ثوم كده مفروم اهي، ماشي. ونحط عليها بقى سر المحلات الخطير بقى، معلقه خالي اهي وسط الكبده من جوه اهي اهي. وهنقلبها برده ببعضها اهي، وبقى مخلي الكبده جميله اهي، شايفين؟ ونروح مقلب الدنيا بعدها كده. تبقى كبده بقى، شايف؟ انا شمين الريحه بقى لما تعملوها بالطريقه دي، الريحه بتبقى جميله جميله ورهيبه يا جماعه.
وبتبقى تبقى بالطعم كمان جميله. وبنهدي برده النار زي ما احنا مهدين كده، وبنسيبها برده شويه لغايه ما ايه مستوره. الفلفل اهو، الفلفل اهو لسه اللون الاخضر اهو اهو جميله. بصي يا حبايب قلبي، انا عملت الكبده اهي زي ما انتم شايفين، دي الطريقه اللي انا بعملها يعني. بس لما تاكلوها، لما تعملوها كده وتدوق الطعم بتاعها هيبقى جميل. وعملت معاها بطاطس محمره اهي ومخلل، وجبت العيال كاتشب وجبت العيال فينو اهوت اهو، وهنعمل لهم بقى سندوتشات ونتغدى. ماشي يا حبايب قلبي، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. يلا سلام، يلا سلام يا حبايب قلبي.